تأقلمت بسرعة مع اللعيبة وأخدت على الجو، وساعدني تاني ماتش ليا مع النادي أجيب جون الفوز، دي حاجة تسعدني جدا. ساعده وسعيد بيلعب جنبه في الدفاع وساعده كتير وعاملين انسجام منسجمين مع بعض ورا وقاعدين ياخدوا كل الكور المشتركة بيقدروا يقطعوها. بس سألته طب خارج الملعب؟ قال خارج الملعب احنا أصدقاء وبنقعد نتكلم كتير مع بعض وبنقعد نهزر وعلاقتنا كويسة. بالنسبة لمحمد نجيب ما حصلش إن احنا لعبنا مع بعض، بس خارج الملعب احنا اصحاب وبنقعد نتكلم في اوقات كتير. هو كان عقده انتهى مع مازيمبي وكان بيفكر يغير البلد، هو من مالي طبعا، فحب يروح بلد جديده تجربه جديده. فلما باتيس كارتيرون كلمه عشان يجي يلعب في الاهلي رحب جدا، فسالته يا ترى انت كنت متابع يعني الاهلي؟ قال انا متابع الاهلي فرقه كبيره. وسالته مين اللعيبه اللي كان فاكرها من الاهلي؟ قال عفا احمد فتحي، بس وائل جمعه كان متابعه جدا وهو صغير وكان بيعتبره مثلا الاعلى، بيحب طريقه لعبه في الدفاع. استغل طوله طبعا، بيفيده جدا في الدفاع وبيفيده برضه بيطلع بيزيد قدام في الكوره الثابته وبيجيب اجوان، حاجه كويسه بتشوفني حاجه متميزه. كل ماتش ليه حساباته، ناخد ماتش ماتش. كابتن كارتيرون معودهم على كده، كل مباراه ليها حساباتها. احنا فزنا في الصعب وعملنا الصعب، رحنا بوتسوانا ورجعنا بثلاث نقاط هيفيدونا بعد كده في حسابات المجموعه في الاخر. المهمه في تونس تبقى اسهل بعد فوزنا. كل اللي احنا عايزينه نحافظ على نفس روحنا، الروح القتاليه اللي لعبنا بيها ونلعب بيها في تونس، ممكن نحقق نتيجه كويسه. اول ماتش ليا في الدوري وهيكون قدام الاسماعيلي كمان، بيعتبر تاني ديربي يعني في مصر بعد الاهلي والزمالك، وهيبقى فرصه ان احنا نحقق فيها نتيجه كويسه تبقى دافع لينا وحاجه حافز في الماتش العوده الترجي التونسي في تونس. مع بعض هو اقرب واحد ليه لما جينا مصر، هو بيتكلم انجليزي معاه بيحاول يخبط معاه في الانجليزي، هو تاني برضه بيجتهد معاه فرنساوي وليهم يعني علاقتهم كويسه. فكان طبعا لحظه صعبه، اللعيب متعور مصاب، فكان بيساعده يعني بيشيله ويطلع بيه الاوضه وبيساعده جوه الاوضه، ده طبيعي لان هم اصدقاء. هو ما بيخافش من الطيران، سافر كتير جدا في بطولات وما بيخافش من الطيران، وبرضه ما عندوش حاجه يحكيها عن الطيران، بس هو ما بيخافش من الطيران. بالنسبه للتاقلم هو بيقول تاقلمت بسرعه مع في مصر، وما لحقش طبعا ياكل لان على طول في معسكرات، بس هو سعيد وجوده في مصر وبدا يلقط كم كلمه، يمكن كلمه معلقه معايا تعالى. انا بشكر جماهير النادي الاهلي اللي وقفت جنبي وساندتني وساندتنا كلنا كفريق في الوقت الصعب اللي انا جيت فيه لغايه ما حققنا النتيجه الكويسه امبارح، وبيوعدهم ان هو يحاول يساعد بقدر الامكان عشان الفرقه تحقق اكبر عدد من الالقاب السنه دي.